السلام الله عليكم أحبتي. في هذا الفيديو سوف نجد iterated integral وهو from 0 to 5 0 to x 8x minus 2y dy dx. وطبعا هنا سنبدأ في integration with respect to y, وبناء عليه فإن كل ما هو x سوف نعامل في هذه المرحلة على أنه constant. So فقط راح نهتم بما يسمى الانتيرير انتيجرال, اوكي. سو وهو هذا الجزء, فقط هذا الجزء اللي راح نهتم في ان نجري له انتجريشن. ننسى الليمتس الخارجية وننسى ايضا الدي اكس. تعامل الاكس في هذه المرحلة معاملة الثابت, constant يعني ثابت. سو هنا راح نكتب طبعا from 1 to 5, ورح نجي الانتجريشن with respect to y. الآن 8x, 8x هذه عندما نجري لها انتجريشن with respect to y وبالنظر إلى x على أنها constant, فقط رح نضربها بy. So هذا هو الانتجريشن لل 8x. So 8x will be like this, 8x times y, كأننا نكامل تقريبا عدد ثابت, minus 2 times y to the power of 2, 1 over 2 طبعا y variable يجب أن يتم في عليها integration, وهذا كله من y equals 0. هذولا limits, lower limit والupper limit لهذا الانتجرال, وما ننسى dx. أيضا بذكر أنه خلي تركيزنا أيضا على هذا الجزء, ما نفكر في x ولا نفكر في dx بهذه المرحلة. الآن رح نبدأ نبدل الواي, نعمل نعوض الأبر ليمت ماينس اللور ليمت تيرم باي تيرم. أنا بحب هالطريقة, رح أخلي الإكس هون مكان الواي, وأيضا رح نبدل الواي بالزيرو, وسيم وايز بالنسبة للواي سكويرد. رح نعمل بلغ إن بالإكس هون, ورح نعمل أيضا بلغ إن بالزيرو مكان الواي. أوف كورس في عندي هنا كانسليشن, ممكن نشيل ال التو with 1 over 2, ليس هناك ما يمنعنا من ذلك. أوكي, رح نبدأ في التعويض بالlimits. نكتب هون من 1 إلى 5, عندي 8x كما ترى, ثم الy تصبح y minus 0 term by term, minus عندي y تصبح y squared, تصبح x squared minus 0 squared, وهذا كله with respect الآن to x. في عندي simplification طبعا في الداخل, بعتذر هاي لازم تكون هون x مش y, لأنه بدينا نعمل plug in بx. so x minus 0, so لو نظرنا لهذه, هذه ليست إلا 8x squared, وطبعا عندي هون فقط x squared, بإمكاننا نطرحهم من بعض, فرح يكون عندي من 1 إلى 5 7x to the power of 2 dx. بطبيعة الحال الآن رجعنا إلى calculus 1 definite integral من 1 إلى 5 ل 7x squared dx. فعلا هذا يعود بقوة إلى calculus 1, ما ظل عندي دبل انتيجرال أو شيء من هذا القبيل. 7 تصبح 7, الإكس تصبح إكس كيوب, وما ننسى بنضرب 1 over 3 اللي هي reciprocal لـ resulting power. عند الباور الجديدة 3, we have to multiply by 1 over 3 or divide by 3, هي نفس اللغة يعني. طبعا من 1 إلى 5 بإمكانك تضرب هذولا الأعداد, 7 over 3 then X to the power of 3 من 1 إلى 5, ونفس الشيء كما نعرف رح نبدأ نحط الأبر ليمت, ثم نرجع للور ليمت, نعمل تعويض. So it will be something like this, 7 over 3 then 5 to the power of 3 minus 1 to the power of 3, بعد ذلك تصبح 7 over 3. حسابات ممكن تعملهم بالكالكوليتر, 125 minus 1 it will be 7 over 3 times
124. بإمكاننا نضرب الآن 7 times 124. It will be 868 over 3. بإمكانك طبعا تستخدم الكالكوليتر لهذه الحسابات. وهذه المسألة انتهت. وشكرا لكم أحبتي.